تقدم لكم النجوم وكبار المشاهير. We love the music. Love the music. Music. يوم الجمعة لقاءنا على 2ME مع بدرو إلهام. إن شاء الله بيكون لقاءنا ممتع لأنه الجالية الأسترالية حبيتها كتير وبقيت بذاكرتي. وإن شاء الله دائما أيامكم حلوة وترجعوا لنا على لبنان. بنحبكم كتير. رندا كعبي. ومن أعمالها روبي، ست الدنيا، مجنون ليلى، من أحلى بيوت راس بيروت، بين بيروت ودبي، العائدة، وجع الروح، البدا، طالبين الأرب، وغيرها الكثير من المسلسلات اللبنانية. ومن الأفلام السينمائية التي شاركت فيها كادي مشوار، نسمة صيف، والفيلم الديني سراج الوادي، بالإضافة إلى أفلام قصيرة لطلاب الجامعات وكذلك العديد من التلفين. داخلكم عم بعطي الدواء بدخلكم مين ولكم مين داخلكم شفت أخت بنتي فاضي باب أوضتها مشرع ألحقت أتعود صار لازم شوف تخت ابني فاضي وباب اوضته مشرع شو عملوا فيه شو نعطالهم مجال يعملوا فيه لهني طلعوا شاطرين واخدوا ابني مني مع انه انا معي حق ولو في العام 2009 حصلت رندا كعدي على جائزة الميوريكس دور عن دورها في مسلسل الطاغية هذا بالإضافة لجائزة الأوسكار المميزة التي حصلت عليها في حياتها مش أحلى ما سود وجهي بتهمة قتل ما إلي خص فيها بتشكركم بتشكر القيمين على هالمهرجان الحلو رح سميه مهرجان مش تكريم مهرجان لأنه الفنان اللبناني أخذ موقع وأخذ نميركس شكرا هذا الأوسكار من بناتي لأنه باعترافهم مش لأني أمهم أهم من مثل على الشاشة وعلى المسرح مباشرة مع إلهام وبيدرو نجومكم المفضلين كل يوم جمعة بعد الظهر حصريا لكم بأستراليا من GME أستراليا